السلام عليكم، انا ياسين الحميني اللي تم الحجز السلعه ديالي من طرف القائد المقاطعه الاولى في مدينه الناظور. هذه السلعه هذه داوها ليا نتيجه التحركات ديالي والنضالات ديالي على الصعيد الوطني. هادشي كلشي جاي انتقاما نتيجه التحركات ديالي. بعد ما مشات لي السلعه توجهت لمدينه تيزنيت. الان كنتعرض لممارسه نفس الممارسه اللي كنتعرض لها في مدينه داك الفيديو كان بعد مجموعه ديال التحركات ديالي مع الباعه الجائلين. بعد ما كنت كنتحرك في ملف تاع الباعه الجائلين في مدينه الناظور كنطالب بايجاد الحل لهم، لكن كنتفاجئ بان السلطات المحليه في شخص القائد المقاطعه الاولى والشرطه الاداريه كيجيو وكيقصدوني انا بالضبط وقلبوا الكروسه وداو لي داك الكركاه، داو لي داك اللوز، داك الثمار، داك الشيء كامل اللي كنت ديرو في ديك الكروسه، وطالبوا مني انني خوي المدينه لانه لست ابن المدينه. هذه هي الاحداث اللي وقعت في مدينه ناظور. بعدها توجهت لمدينه تيزنيت. من بعد ملي قلبوا لك شنو كان الاحساس ديالك انت تمرات؟ من بعد ما قلبوا لي الكروسه حسيت بالحقره وحسيت بالظلم، حسيت بانه ما تلاتش عندنا قيمه، ما تليناش مواطنين في هذه البلاد هذه، ما عرفناش حنا واش مواطنين ولا ماشي مواطنين. المهم ضربت راسي مع الكروسه وتحت الارض، داوني للسبيطار، داوني للسبيطار ما عقلش، دخلوني للسبيطار. مني خرج كنحتج على راسي ما كاين والو. قال لك الحاجه الوحيده واللي غنديروا معك هي انه تخوي لنا هذه المدينه وتمشي للمدينه ديالك، توجه للمدينه بعد ما حسيت بالحقره. زيد الاولاد ديالي، وهذه ماشي الاولى في مدينه الناظور. في مدينه الناظور تحرمت الجوازه ديالي من انه تشد واحد الشهاده تسكر واحد البطاقه اداريه، كنت خرج للشارع عاوتاني وعرضت الكليتي ديالي في مدينه الناظور للبيع بسبب الحقره اللي كنحس بها في ديك المدينه، بسبب انه مشيت على واحد كاع شواهد السكنه في عند الشرطه، طلبت منه واحد شهاده السكنه. قال لي انت ماشي ولد هنايا وخصك شهاده، خصك الملكيه باش انه نديروا لك شهاده السكنه. هذه ماشي المره الاولى كتعرض للمضايقات من مجموعه من المرات، حتى الورقه الاستثنائيه تحرمت منها في فتره كورونا، ما بغاوش يعطوها ليا. قال لك بسبب انك انت غير كاري خاصك تكون عندك الدار، لهذا خرجت للشارع واحتجيت. من بعد من هذاك الاحتجاج ديالي اللي سمعت عطاو المره ديالي المسائل ديالها، من بعد خرجت كنفرش في الشارع عادي بحال الباعه الجائلين، وكنضم الباعه الجائلين وكنخرجوا مواقفات للمطالبه بايجاد حل لهذيك الفئه اللي كتعاني في طول الخريطه. لكن السلطات المحليه كان عندها راي اخر، عوض انه توجد شي حلول كيستهدفوني انا بالضبط. كيجيبوا كاميو وكيجيبوا الصافيطات ويجيبوا المخازنيه والبوليس كيديو لي ديالي. حسيت انا بالحقره، ضربت راسي، حسيت بالظلم، حسيت بانني بحال الا ماشي مغربي، بحال الا شي واحد حتى الا ماشي مغربي ما يمكنش يتعامل بهذه المعامله هذه. حتى بالنسبه لهذيك الكروسه كان كيصور، يعني هذاك الفيديو اللي كان منتشر، هذاك الفيديو صوره واحد الصحفي تابع للسلطات المحليه، هو اللي صور ذاك الفيديو، ماشي انا اللي صورت الفيديو، صورته شي وحدين كانوا تابعين للسلطات هما اللي سربوه. هذا صحفي وهذا موقع معروف انه تابع للسلطات تما، هما اللي صوروا ذاك الفيديو ونشروه باش يبرروا بانهم انا اللي ضربت راسي. وفعلا انا ضربت راسي لانكم حقرتوني، وبنادم ملي كيحس بالحقره وكيحس بالظلم راه مابقى ما يديروا. ماشي المره الاولى او الثانيه ولا الثالثه كتعرض للظلم بالعديد من المرات، وماشي في مدينه الناظور بوحدها، راه كنقولها راه تقريبا راه شي ربعات المدن كنتعرض لنفس المضايقات ونفس الظلم ونفس الحقره. ست سنوات دابا هذه عندي وليدات، عندي المراه وعندي وليد، وفات لي دوز الاعتقال السياسي جوج مرات في 2015، تعتقلت في مدينه مليم على هذه الخلفيه نيت، على خلفيه النضالات ديالي. وتعتقلت في 2017 في مدينه تيزنيت، دوز 4 اشهر. المهم الانسان ملي كيوصل لواحد المرحله ديال الظلم وديال الحقره ما بقاش غادي يسكت. و اليوم يعني كن الحياه حاليا انا راني غير جالس ما خدام ما والو، غير مريح في الدار. كان وجهت مراسله لوزير الداخليه والوالي والعامل والوكيل العام، درت واحد شي شيكات بواحد الباشا في مدينه تيزنيت، لانه كان مرارا وتكرارا كيهددني بانه غادي يعتقلني، بانه غاصفني للسجن الا خرجت لسميتو، وهدني بالتصفيه الجسديه، كيقول بالله غنقطع لك العروق تاع رجليك، وكيقول لي المهم شي كلام ماشي ديال المسؤولين. السبب ديال ان التحركات ديالي بانه خصك ما غتستافدش، ما غاديش تستافد كبائع متجول، ما غاديش تستافد. وخوي المدينه، كيقول خوي المدينه، انت كيقول لك سير المدينه اخرى وخدم فيها. بنادم ما بغى غير مرغوب فيك، لانه انت كتهضر على مواطنين محقورين. اي واحد كيتكلم على الناس المحقورين في هذه البلاد هذه
فراه هو كيسميه هما من عند رؤوسهم كيسميه بانه انفصالي وباغي الفتنه وما الى ذلك من التهم اللي كيلفقوها جميع المناضلين، ماشي غير انا بل جميع المناضلين على الصعيد الوطني كنسمعوا نفس التهم بانه انفصالي وباغي يدير الفتنه. اللي يهضر على حقه، هذه هي طريقه المعامله من طرف السلطات في كل المدن المغربيه، ماشي غير مدينه تيزنيتا ولا مدينه واحده. هما روجوا في الفيديو لك الراج، روجوا انك يعني سلعه فاسده وبداو يقولوا ان هذا الشيء، واش فعلا كانت هذيك السلعه فاسده؟ الموقع اللي روج بانه عندي سلعه فاسده هو الموقع اللي نشر ذاك الفيديو، سرب الفيديو وباش انهم يبرروا الافعال ديالهم خرجوا ذاك الفيديو بانه عندي سلاح فاسده، وانا خرجت فيديو مضاد وبالتواريخ وبكل شيء باين، كل شيء واضح فيه، وضحت فيه كل شيء، وبانه ما كيحاولوا انه يبرروا داك الشيء اللي داروا بانه عندي طمور فاسده. وفي حاله انهم يقولوا كاينين شي طمور او لا كاين هذوك الطمور فاسده، راه ماشي السلطات المحليه المكلفه، كاينين الناس ديال اونصا هما اللي غادي يجيو وغادي يديروا معاينه، هذه في حاله كانت شي طمور فاسده. ولا كاع بغينا نهضروا في هذا المنطق ديال الطمور الفاسده، واخا كاع نقولوا كاينين ديك الطمور الفاسده، الطمور الفاسده خاصنا نعرفوها منين جات، من الاصل ديالها. الطمور الفاسده اذا كانت الطمور الفاسده راه كاين بلاصه فين كتباع هذا السيد، هذا مشى حط رزقه في الطمور، كاين شي واحد غيمشي يحط رزقه في الطمور الفاسده. واذا كانت كاع فاسده راه كاينين الناس التجار الكبار اللي خصهم يديروا مراقبه، الناس الكبار اللي كيدخلوا هذه السلع، ومنين كتدخل هذه السلع الفاسده حتى كتوصل للسوق المحليه، هذه من جهه. اما انا درت الرد وبالتواريخ داك الشيء وما كاينش عندي شي طمور فاسده، ما عنديش شي حاجه فاسده، ما السلعه ديالي نقيه شريتها بفلوسي وحطيت فيها، وما بغاو يبرروا ديك الافعال اللي دار داك القائد ديال المقاطعه الاولى، ما يبرروا ديك الافعال ديالو بانه راه عنده طمور فاسده، داك الشيء لا علاقه له بالطمور ولا علاقه. كانوا شي واحدين شارين تما نفس السلعه، كانوا شي واحدين نفس السلعه تما شي يبيعوا حدا. واه لا كاينين، كاين الدراري بزاف تما، كاين الناس بنفس السلع عندهم كيبيعوا نفس الطمور، وكاينين الناس مفرجين حدايا وكيخدموا بداك التمرنيط باش خدام. الناس دازوا عليهم كل شيء، جاو لي انا من الوسط، هزوني من وسط من البعاد جائرين، الشارع كله عامر، جاو هزوني من وسط منهم وداو لي السلعه وتكرفسوا عليا. انا ضربت راسي ديك الساعه ما كنتش عقلت، لقيت راسي في السبيطار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.